اتهمت جهة مسؤولة في كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بمهاجمة مواقع إنترنت تتبع مؤسسات حساسة كوريا الجنوبية وأمريكية. قالت وكالة أمن المعلومات السرية في سول إن مواقع 11 منظمة بكوريا الجنوبية تشمل القصر الرئاسي ووزارة الدفاع أصيبت بحالة شلل شبه تام. وأضافت أن مواقع أمريكية مهمة تضررت مما وصف بهجمات شنها قراصنة الإنترنت. من ناحيته قال جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أو متعاطفين معها في كوريا الجنوبية هم الذين شنوا هذه الهجمات.